السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي سلسلة شوات ريحانة كمال نقدم لكم هلاليات بحشوة مالحة باللحم مفروم والجبن، كيجيو رائعين ولداد، عجينة هشة ورطبة كما كتلاحظوا الشكل ديالهم في الصور. إلى عجبكم الفيديو بارتاجي انضمام القناة وضع لايك للفيديو. شكرا للمتابعة. نمروا للمقادير. الحشوة كنحتاجو 150 غرام ديال الكفتة، حبة ديال الفلفل الأحمر المقطع قطع صغيرة كتكون مغسولة من قبل، حبة كبيرة ديال البصل المقطع قطع صغيرة، كنضيف لها الزيت، قليل من التحميرة اللي هي فلفل أحمر، الملح، وعندنا الإبزار اللي هو الفلفل الأسود، والقليل من الزنجبيل اللي هو سكينجبير. كنوضع المقلاة فوق النار مع التحريك حتى كدبل البصل. نشاهدوا الطريقة مع بعض. كنوضع المقلاة فوق نار هادئة مع التحريك المتواصل حتى كدبل البصل. إذا كانت عندكم البصل شوية قاسحة ممكن تضيفوا القليل من الماء. كما كتلاحظوا الشكل ديالها البصلة طلقات الماء، ما ضفتش ليها الماء نهائيا. كنضيف فلفل أحمر المقطع مكعبات صغيرة، ممكن تعوضوه بفلفل أصفر ولا أخضر لكم الاختيار، والحشوة دائما كتبقى اختيارية وحسب المتوفر لديكم. كنستمر في التحريك ديال المكونات كلها مع بعض. من بعد كنضيف اللحم مفروم اللي هو الكفتة. الكفتة دائما كنضيفها في آخر مرحلة كتنضج بسرعة. كنستمر في التحريك ديال المكونات كلها مع بعض. ممكن نضيفو ايضا في الاخير معدنوس مقطع، انا كنفضل دائما نضيف الزعتر. غادي نضيف القليل من صلصة حارة اللي هي ايضا كتبقى اختيارية. بالنسبة للحرور كيعطينا واحد اللذة، كتجي الحشوة مميزة. غادي نضيف الزعتر الجاف كنحكو، كنضيفو في الاخير، وغادي نخلي الحشوة حتى كتنشف من الماء عاد كنزولها. مكونات العجين كنحتاجو 400 غرام ديال الطحين الابيض، ملعقة صغيرة ديال الملح، بيضة واحدة، ملعقة كبيرة من خميرة الخبز، 2 ملاعق كبيرة من السكر سنيدة، 2 ملاعق كبيرة من الحليب المجفف. اللي ما كتوفرش على الحليب المجفف تستعمل الحليب السائل، هو باش غادي تعجن العجين وتحذف الماء. ايضا كنحتاجو 5 ملاعق كبيره من الزبده مذابه وماء دافئ لجمع العجين. هذه هي المكونات. كنمزج المكونات كلها مع بعض. كنوضع خميره الخبز، كنضيف لها سكر سنيده، كنفرغ عليها القليل من الماء باش كتذوب ليا الخميره كتتفاعل مع السكر. كنضيف الحليب المجفف اللي هو حليب بودرة، نضيف ايضا زبدة مذابة، استعمل زبدة نباتية، زبدة ديال العلب. غادي نمزج المكونات كلها مع بعض. كما سبق وذكرت كتجيني بزاف اسئلة الاخوات اللي ما كتوفرش عندهم حليب مجفف في هذا العجين. ممكن تستغناو على الحليب المجفف وتستغناو ايضا على الماء، كتعوضوه بالحليب الدافئ، هو باش غادي تعجنو العجين. غادي نضيف الماء تدريجيا حتى كنحصل على عجينة اللي كتكون رطبة. تقريبا هاد العجينة كتاخد لنا كاس ديال الماء، ودائما الطحين كيختلف، يعني تلبية طلب العديد من الاخوات، يعني كيبغوا قياس محدد اما الطحين او الماء. كنحاول نرضيهم، والماء ديما نضيفوه تدريجيا. المهم كنحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون رطبه. يعني نقدر نضيف لكم كاس الماء، غير نص كاس ديال الماء على حسب. كنحصلوا على عجينه رطبه، غادي ندلكها مزيان تقريبا مده ديال 5 دقائق. كما كتلاحظوا كنحصلوا على عجينه رطبه مدلوكه مزيان. كنغطيها وكنخليها كتخمر في حدود 15 حتى 20 دقيقه، كيضاعف الحجم ديالها. كما لاحظتوا غطيتها بلاستيك غذائي وخليتها خمرات. هذا هو الشكل ديالها. الحشوه بعد ما طيبتها كنخليها كتبرد. غادي نضيف لها كميه من جبن احمر مفروم، كنخرج الهواء من العجين. دائما العجين نخليه يخمر في المرحله الاولى، ما تخافوش من هذه المساله. قسمت العجين من نصف لجوج ديال الكريات متساويه.
بعدين بسط الكرة الأولى، في حالة كان غادي تلصق لكم العجين لا بأس أنكم ترشوا القليل من الطحين، فقط القليل، أنا ما رشيتش الطحين نهائيا. عندنا العجين في الزبدة، كيجي عجين طري كنبسطوه مزيان، ضروري ما يكون رقيق، كنبسطوا الجوانب أيضا، كنتأكد أنها سمك واحد وأنها ما لصقاش في سطح العمل. بعدين نقسمها على 4 كما كتلاحظوا، ونعاودو نقسموها على مثلثات، كل كرة غتعطينا 8 ديال المثلثات، كنحصلو على مثلثات متساوية. يعني طريقة سهلة وكتجي عجينة رائعة، وأيضا الحشوة كتجي رائعة، الحشوة كتبقى حسب الرغبة ديالكم، ممكن تستعملوا أي حشوة كتفضلوا. ناخد مثلث من العجين، شاهدوا معايا الطريقة، كنحاول أنني نضربه باش كيكون عندي يعني مسافة طويلة من العجين. غادي نبسط الطرف السفلي، كنبسطو باليد، تما غادي نوضع الحشوة. الحشوة دائما كتكون باردة، دائما نحضروا الحشوة هي الأولى وكنخليوها كتبرد عاد نحضروا العجين. إذا كانت الحشوة سخونة غادي تقطع لكم العجين. كنوضع الحشوة وكنلف عليها العجين، يعني الطريقة سهلة، العجينة رطبة ما كتقطع لينا ما حتى حاجة، كنلف وأنا كنجر العجين المتبقي باش كنحصل على هلال مقاد. نفس الطريقة لباقي المثلثات، شاهدوا الطريقة، كنبسطوا الطرف السفلي وكنوضعوا الحشوة، ضروري ما كنبسطوها مزيان الطرف السفلي، فكنلقاو المكان باش نوضعوا الحشو. والحشو انا مزجت معاه الجبن احمر مفروم، وكنستمروا بنفس الطريقة حتى كنتهي، وكنشكلوا هلال يعني بكل سهولة، كنحاولو نغطيو هذاك الحشو بالعجين، وكنبداو كنلفو العجين حول نفسه باش كنشكلو هلال. يعني طريقة سهلة وممكن تشكلوها أي شكل حسب الرغبة ديالكم، يعني طريقة سهلة وواضحة، ضروري ما يكون عندنا مثلث، يعني عندنا المساحة في كنوضعو الحشوة، وكنلفو العجين على الحشو وكنستمرو بنفس الطريقة حتى كنتهيو من كمية العجين اللي عندنا. واضحة الطريقة. نفس الشيء الكرة الثانية من العجين كنبسطها بشكل دائري أيضا، ضروري ما تكون بسطها مزيان، وكنقطعها على 4 وكنقطعها مثلثات، كناخد مثلث وكنبسطو بنفس الطريقه، كنوضع الحشو وكنبدا باللف ديال العجين حتى كنحصل على هلال، يعني طريقه سهله وواضحه. كما لاحظتوا الجو عندنا سخون هاد الايام، بمجرد ما كملت اللف ديال العجين خمر العجين، يعني في حالة كان الجو بارد ضروري ما تخليو كيخمر شوية، في حدود 10 دقائق حتى 15 دقيقة، كندهنوه ببيضة خفقتها مع القليل من الخل، وكنوزع عليها البافو، البافو هو البذور ديال الخشخاش، وكندخلها للفرن. هذا هو الشكل ديالها من بعد النضج، ما خداش ليا وقت بزاف في الطهي، بالنسبه ليا شعلت عليها النار من اسفل فقط، كنحصلوا على هلاليات اللي كتكون هشه ورطبه. نوريكم الشكل ديالها من الداخل، كتجي كاننا حضرناها بعجين مورق، كتجي طبقات وكتجي فتيه ورطبه، وكنقدموها بالصحه والراحه. الى عجبكم الفيديو بارطاجي انضمام للقناه، وضع لايك للفيديو، شكرا للمتابعه.